أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن للوالدين مقاما وشأنا يعجز الإنسان عن إدراكه، ومهما جهد القلم في إحصاء فضلهما فإنه يبقى قاصرا منحسرا عن تصوير جلالهما وحقهما على الأبناء. قال تعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالله جلت قدرته يقول وبالوالدين إحسانا. فالله جلت قدرته يقول لا تقل لهما أفا. والله الله بآبائكم، الله الله بأمهاتكم. قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ما حق الوالد؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: أن تطيعه ما عاش. فقيل: ما حق الوالد؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هيهات هيهات، لو أنه عدد قطر المطر أيام الدنيا قام بين يديها ما عدل ذلك يوم حملته في بطنها. وفي رزاة الحقوق المباركة للإمام زين العابدين، يصور الإمام لنا حقوق الأبوين تصويرا في غاية الدقة، فيقول عليه السلام: وحق أمك أن تعلم أنها حملتك حيث لا يحمل أحد. الذي لا يحمل أحد أحدا ويطعمك من ثمرة قلبها ما لا يطعم أحد أحدا، وأنها وقتك بسمعها وبصرها ويدها ورجلها وشعرها وبشرها وجميع جوارحها مستبشرة بذلك فرحت. ومما استوقفني كثيرا كلام السيد الصرخي دام ظله وتأكيده وتركيزه الكبير على دعاء الأبوين، والذي قال عنه: ويضاف إليها أي الواجبات العبادية وعلى رأسها، ويبقى معنا ويلازمنا يوميا قراءة دعاء الإمام زين العابدين لأبويه في الصحيفة السجادية المقدسة. أحسست عندها أنني انتقلت إلى عالم آخر غير الذي كنت فيه. أين أنا من قراءة القرآن كل يوم؟ وأين أنا من قراءة المناجيات السجادية؟ وأين أنا من دعاء الأبوين؟ تغيرت أحوالي وتصرفاتي أثارت انتباه أبي وأمي، وأنا أقرأ دعاء الإمام السجاد لأبوين: اللهم اجعلني يهابهما هيبة السلطان العسوف، وأبرهما بر الأم الرؤوف، واجعل طاعتي لوالدي وبري بهما أقر لعيني من رقدة الوسنان، وأثلج لصدري من شربة الظمآن، حتى أوثر على هواي هواهما، وأقدم على رضاي رضاهما، وأستكثر برهما بي وإن قال، واستقل بري بهما وإن كثير،
اللهم خفض لهما صوتي واطب لهما كلامي وألين لهما عريقتي واعطف عليهما قلبي وصيرني بهما رفيقا وعليهما شفيقا. فقال أبي وأمي: ماذا حدث يا ولدنا؟ وماذا تقرأ؟ نراك على غير عادتك. قلت لهم: هذا مما علمنيه الأب الصالح السيد الصرخ الحسن دام ظله أن أدعو لكم وأطلب من الله أن يشفع لي بكم ويوفقني لطاعتكم، فلا طاعة لله إلا بالإحسان لكم ورضا الله من رضاكم. فالله بآبائكم وأمهاتكم. المزعل أمه أو أبوه من الآن خلي راضيهم. ومن هذا المنطلق ومنطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنوع أساليب النصح والإرشاد، بادرت مرجعية السيد الأستاذ الصرخ الحسني دام ظله المبارك بمشاريعه التوعوية الإصلاحية الواعدة وآخرها دورات التربية القرآنية وتحت شعار التربية المهدوية علم تقوى وسطية أخلاق وعاشوراء تقوى وسطية أخلاق، وفيها بحوث قرآنية وبحوث مهدوية، وكانت من المشاريع التربوية في إصلاح الشباب فضلاً عن مشاريع أخرى لإصلاح الشباب. ومنها تبني أسلوب الشور والراب الإسلامي المهدوي المرتكز على التقوى والأخلاق والوسطية والمساهم في غرس معاني وقيم التربية والعقيدة والوطنية وحوار الأديان والتعايش السلمي ونبذ العنف والطائفية والتكفير في عقول ونفوس الشباب من خلال قصائد الشور والراب المهدوي الإسلام التقوى الأخلاق الوسطي. وكان الأهم من ذلك دعوة المحقق الأستاذ الصرخي الشباب إلى التصدي لكتابة البحوث وإلقاء المحاضرات، الأمر الذي يبني شخصية الشاب ويعزز طاقته التربوية القرآنية. والغاية من هذه الدورات التربوية هو الحفاظ على سلام أشبارنا وشبابنا من مهاوي الشيطان. وانتشالهم من رفقاء السوء والمخططات التخريبية التي تريد الفتك بشبابنا. ولشديد الأسف بعض شبابنا اليوم في شهر محرم، شهر الحزن والألم والمصاب والعبرة والاعتبار، نراهم من رواد المقاهي والنارجيلات والحشيشة والمخدرات والمسلسلات اللا أخلاقية. فالفرق كبير بين من تجده متمسكا بدينه ويحضر مجالس القرآن والتربية والأخلاق، وبين من يتردد على مجالس الشيطان والمخدرات والحشيشة وغيرها. فعلى الآباء والأمهات أن يعلموا أبنائهم الأخلاق الفاضلة والكلمات الطيبة، وأن ينصحوا في طلب العلم والتفقه في الدين والمحافظة على الصلاة وعلى حسن الخلق مع الوالدين ومع الأقارب ومع الزوار والضيوف. وعلى الوالد والوالدة أيضا أن يكونا مثالا صالحا لأولادهم في جلب الأولاد والبنات إلى زيارات مراقد المعصومين والأولياء الصالحين وإلى مجالس العزاء والبكاء والدورات التربوية الأخلاقية، لأن العلاج الناجع في تربية أبنائنا التربية الإسلامية الصحيحة. ونحن الأشبال بدورنا نشكر الله تعالى أن وفقنا للتنور بأنوار مرجعية السيد الأستاذ الصرخ الحسني دام ظله المبارك لما تطرحه من مشاريع إصلاحية علمية.
والشرعي والأخلاقي يلزمنا شكر المنعم المطلق جل قدرته الذي أخرجنا من كدم وظلمه العدم إلى شرف ونور الوجود وأغدق علينا من نعمه وأفضاله ما لا تحصي له الخلاق عدده وإبراز الشكر يتجسد بالالتزام بالوصايا والإرشادات والأوامر الصادرة من المولى والانتهاء عما نهى عنه جلت قدرته وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.